السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في الموجز الرياضي. نجحت مملكة البحرين ممثلة بفريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين في تحقيق اللقب العالمي الثامن على صعيد المشاركات الدولية، وذلك بتحقيق المقاتل المحترف بالفريق جيمس كالجير لقب بطولة الجمعية البريطانية لفنون القتال المختلطة 24، بفوزه على المقاتل المحترف الإيرلندي جيرارد جيلمور في النزال الرئيسي للبطولة والتي أقيمت بمدينة دبلن بإيرلندا الشمالية، إذ استطاع أن ينهي النزال لصالحه من الجولة الأولى. عزز فريق الحد صدارته لدور الدرجة الأولى البحريني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على فريق الملكية بهدفين مقابل هدف واحد. اللاعب محمد الرميحي سجل أهداف الحد في الدقيقتين 63 و61، فيما جاءها هدف الملكية الوحيد عن طريق عيسى عبد الوهاب في الدقيقة الأخيرة من وقت المباراة، ليرفع الحد رصيده إلى 28 نقطة، موسعا الفارق بينه وبين المحرق صاحب المركز الثاني إلى 8 نقاط، ويقترب خطوة جديدة نحو تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.